في حالات تثير الاهتمام، بيبقى في قصص ملهمة، بيبقى في ناس يعلموك حتى ولو بدأ ان هم لا يمكن يدوا درس لحد تاني. عندك مثلا الحاجة عز. حاجة عز ست بسيطة من الفيوم، عندها اولاد كتير وجوزها اتوفى من 10 سنين، عندها 70 سنة. الحاجة عز من كام سنة حست ان هي فايتها كتير بانها مش متعلمة، وقررت على كبر قوي ان هي تدخل فصول محو الاميه. دخلت وراحت لمدرسه تدرسها، امتحنت فسقطت، راحت تمتحن تاني فسقطت تاني، بس ما استسلمتش، قالت هتعلم يعني هتعلم. الحاجه عز السنه دي في الاعداديه، والنهارده كانت بتمتحن الامتحان ده اللي هو شهاده يعني، كانت النهارده الصبح في لجنه الامتحان. احنا واحنا بندور على الحاجه عز وبنجمع عنها معلومات لقيناها مديه تصريح لدوت مصر، تصريح طبعا في كل الاحوال يهمنا وبالخصوص يهمنا زياده، لانه هي ست قاعده تتكلم على قد ايه هي حلمها عايزه تحققه وعايزه تخلص تعليمها مهما كان عمرها وفي اي سن. وبعدين لقينا العنوان مكتوب في دوت مصر انه الحاجه عز قالت نفسي اطلع زي منى الشاذلي. اولا انا يشرفني. اكيد انا لو كان عندي المثابره بتاعتك دي كنت حققت حاجات اكتر بكتير في الدنيا وفي الحياه. عايزه اقول لك ان انا كنت سعيده جدا واتشرفت، بس كنت اسعد والشباب وهم بيسالوا عليكي وراحوا لجنه الامتحان ولقوكي بدأب عماله تمتحني امتحان الاعداديه وانت في السن ده.